اول مره في حياتي كنت باقا صغيره مشيت قالت لي واحد خيتي راه مشو عند الشواف. والله ما كذبوا دوك اللي قالوا موقف الدنيا ما يعجب كتضيع فيسبوك ويطلع لي واحد الفيديو راه ما يمكنش واحد العيالات مع الدريين مع ريبورتاج رمال تسولهم قال لهم واش عمركم سهرتوا في ليله 27 وكاين شي واحد اللي قال لهم اه وبداو يعاودوا قال لهم اه مشينا سهرنا لفلان وفلان ودرنا 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 ما يمكنش تصور هذه واش راه عارف بلي بنادم كي دايره بحال هكا ولكن باش تعرف بها قدام كاميرا راه ما يمكنش نخليكم تشوفوا معايا الفيديو واش والله يسمح لي انا اختي انا بعدا الصراحه اول مره في حياتي واخر مره اول مره في حياتي كنت باقا صغيره مشيت قالت لي واحد خيتي راه مشو عند الشواف بحال هكا قالت لي يلا قالت لي 27 قالت لي نمشي وقالت لي نضرب ضربتنا قبل ما نتزوج قلت لها يلا مشينا عند واحد الشواف بحال هكا ويقول لي صافي بقيتي ديالنا في الشميعات هذه ما دي سميتك سميت امو سميت با هذه ما دي قلت لي انا عطيتو سميت امو عطيتو سميت با عطيتو سميتو قال لي ما عندك حتى شي صوره ديالو قلت لي عندي عطيتو الصوره ديالو صغيره صافي شويه وبدا تيهضر معايا ويقول لي شوف يا السيد هذا اللي جبتو لك راه اليوم بالليل يجي لك معربط ولكن ما تهضريش ما تبانيش فعلا جا جات يعيط ليا وشي صيفط الدريات مخلي ما كل ساعه طالعين هابطين الدريات عندي تكلمي الفلان تكلمي الفلان ما بانتش ليا ما تبانيش ليه صافي الغد لي بحال هكا مشيت عندو قلت راه داك السيد راه جا ليا البارح للدار وهادو تيغوت وانا ما بغيتوش يجي يغوت عليا ويقول لي شوفي قلت لي دابا شوف دابا دير لي شي حل ويقول لي الا حل قلت لي شوف لي هاد السيد ما بغيتوش يبقى يجي عندي للدار ند معاك الحل اه بحال قولي داروا لي بحال في العكس بالعكس جيتي خوت وسمعتيني صافي وقول لي شوف قال لي انت دابا قال لي رطب معاك الهضره موراها صافي ما بقاش بان الغدي ثاني جا عندي جيت مشيت عند الشواف قلت لي هادي انا وداك الدريه مشيت عند صافي وانا عارف الشواف ما عندوش حتى يكذب شو يقول لي اجي نقول لك انت سميتك كوثر وبنت مينا وهذه وهذه وانا نقول لي اه ويقول لي عندك شي توحيمه في صدرك وانا نقول لي اه عندي توحيمه في صدري وانا ندير حل الجلابه وانا ندير في حكا وانا نقول لي انت كذاب قشعت يلا تقول معايا هذه يلا يلا الله يستر اقسم بالله حتى الله يستر والله اختي من تما مابقاش تنعرفهم تنعرفهم كذابين اه ونصاب وتحيدوا لك في رزقك النوبه الاولى عطيني 40 درهم النوبه الثانيه عطينا 50 درهم شويه ولا تقول لا قول لها تعطيني 300 درهم باش نقاد ليها الضرباني تيجي ديركت عند 300 درهم اه ندوز لوحده اخر نشوفوا واش هي 27 ما نكذبش عليك اه شفت شي دريات كنعرفهم انايا كيخدموا رجالاتهم وخدموا صحابهم باش يولوا بغيوهم باش يولوا يصرفوا عليهم يعطوهم الفلوس اختي وانا ما نكذبش عليك انا ما كنامنش بالشعوذه حيت يقول لك سحورك ما يدوم 40 يوم يعني واخا تسحري حتى تسحري داكشي كيرجع ليك واختي الله يستر الله ينجينا من الظاهره ما نكذبش عليك وكثرات بزاف اغلبيه كتقول لك انا راجلي مع عندي معاه المشاكل كتجي عند صاحبتك كتعاود لها كتقول لها ما عليك غير بواحد خيتي راه كتشوف راه مزيانه راه ما نعاودش عليها وهي الشوافه ما شافت حتى راسها عاد غتشوف لوحدين اخرين تحيد بعدا راسها من داك الحال اللي فيها هي وديك الساعه نقول لها كتشعوذه نقول لها هي تشعوذه حدا عاودت ليا جات عندي هنايا نقشات عندي صبيع وبدات تعاود لي قالت لي اختي دارني راسي قالت لي دابا عرفتي ما نعاودش قالت لي الصداع في دارني قالت لي قلت له علاش اختي دارك راسك شنو هو السبب قالت لي اختي ما نكذب عليك ما والو قالت لي خدمت لواحد قالت لي 14 عام وانا معاه وما تزوج بيا ما والو قالت لي وفيت مجوج هو عنده مشاكل مع مرته قالت لي وكان موعدني بالجوج قالت لي 14 عام ضيع عليا من حياتي قالت لي مشيت خدمت ليه الشمع قالت لي دابا راسي غنحس بيه غيتفرقع واحد السيده جالسه حدانا وتقول لها عرفتي داك السحور اللي سحرتي لي انت دابا قالت لها راه رجع عليك انت هي قالت لها كيفاش رجع عليا قالت لها انت اللي غتولي انت اللي غتولي ديري عليه شي حاجه ما تصورش ما شد فيه والو قالت لها واقيلا راه شارب شي حاجه عطاها لي امو ملي كان صغير ديما ما قالتش والو مشي عليها زعما كتعاود على شي واحدين اخرين زعما ما دارش هي والو غير كتعاود شوفوا شو هذا دابا غنوريكم واحد كيعاود كيمشيو يديروا كشي الشعواده وكيتعداو على ولاد الناس وعلى بلاد الناس وداك الشيء راه محرم الله سبحانه وتعالى ولكن حنا حلال علينا حيت الرسول صلى الله عليه وسلم راه سحروه هذا الشيء هذا الله ياخذ كل واحد فيه الحق اللي سحر شي واحد والله يهدي ما خلق وصافي كاين اللي كتسحر الولاده باش يجيبوا لها كاين اللي كتسحر الولاده باش يبعدوا منها دير داك الشيء اللي بغات بحال واحد الدري والتازه اللي كانت كتسحر ليه امو باش يمشي للحبس ويبقى هي وصاحبها في الدار كاين اللي كتسحر البنات يمشيو يحيدوا الرجالات هما يديروا بزاف ديال الحوايج اختي فهاد الشيء والله يهدي ما خلق وصافي واحد الدري صاحبي كان تبارك الله حتى هو الدري كان لانجينيور الكتريسيتي
كان مسكين خدام كان حتى هو غادي في المستقبل ديالو، دابا مسكين راه باقي مريح في دارهم بوكلاتو شي شوكال، وهي مشات قلبش على راسها، والدري مسكين بقى مشرد هو ووالديه بحال هكاك، هو كان المعيل ديال العائله ديالو. اش قال شي نوع ديال كل وحده قال لك اللي جاتني غريبه هي ديال وحده كانت كتسحر لولدها باش تصيفطو للحبس وتبقى هي وشي واحد في الدار. فريمون جاتني في شي شكل بزاف هذا، واش وصلت للدرجه بنادم يدير بحال ماكا نشوف واحد السيده شايع اختي كنت نخدم عند العراق في حدا العراقات في درب السلطان في حدا العراقات، كنت نخدم مجمر انا تندوخ ها اللي جايه دير مجمر سخني فيه يدك لاله، هو راه عامر شراوط سخني فيه لك، طلعي للعراقات تشوفي الشوافات تشوفي المجامر تشوفي الشمع وتشوفي عيد الميلاد كيديروا ليك القدر، الناس تستغفروا الله وتيصلوا وتيتوبوا، هما قالوا لك داك النار هو اللي تشد فيه الشرويطه هو اللي تشد فيه الشمع، وراه ما كاين لا شمع لا شرويطه داك الشيء ديال الله، وداك النهار تيعبدوا فيه الناس الله ويمشيو الناس عند حبابهم ويطلعوا على حبابهم، الاكثريه دابا تتنقش المراه تتنقش يديها ورجليها ودايره مجمر تحت منه الشرويطه ديالها على راجلها ولا على صاحبها ولا على هذاك الشيء، قالوا لك 27 داك الشيء تيشد العام كله، وراه ما كاين اللي يشد لا عام لا والو، بنادم يدير توكله في الله 40 يوم تيتفسخ كل شيء تيولي راجل مع المراه في المش مع الفار، قال لك اللي ما جابتهم حبه ما تجيبو حزاره يكذب عليك الكاذب، قال المحبه هي كل شيء. هذه في شكل قالت شي كلمه شي هضره مزيان وحق، قال شي كلمه اللي في الواقع. شوفوا واحد السيد حتى هو واحد اش كيدير اختي، قال لي تيمشي للقهوه قال له بزاف حوايج عارفين السيد نسمع شنو شي وقع فيا وشنشوفوا بعيني اش كيطرا. هذه شو وقعت اختي يعني في الحومه هذه يعني ليله كانت سحرت لي ولكن بطلت هنا يعني. شنو وقع بطلت هو بصراحه لما يقول لي بطلت بالقران بطلت طلتو بالشرا والله يبس طلتو بالشرا هو كان كتشبه ليا في النعاس كتشبه ليا فهمتي فين ما كندور كتشبه ليا صافي قالوا لي شي ناس تقصير بقى تشرب ما تبقى دير والو قال لي طلع الشراب راه كيبطل كلشي ولا انا عمرني بغيت شي واحد كنبغى الوالدين باقي عمر يلاه كان كيقول لك كتشبه ليا في الناس وكنت هادي وكنت بقاش كيبغي مع عمرو بغى كاع دابا كيبغي الوالد ترى عندك كنعرف شنو هو الحب انا كنعرف الحب ديال الوالد الدريه ديالي اللي غنبغيها باقي ما لقيتهاش واش هي تلقاها باقي ما لقاتنيش غنبقى ما تلاقيناش والله شتي درني في راسي اقسم بالله ورا شي حوايج بحال هاد الشيء ديال السحر والتخربيق واه اللي خرجنا من دار العيب بلا عيب كاع معكم حاضرين ان شاء الله.